عام يمر على طوفان الأقصى، وبدأت أصوات يعني على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث في هل أخطأت المقاومة في غزة على هذا القرار وهذا الإجراء؟ لماذا لم يحسبوا هذه الحسبة؟ وكم التدمير الكامل لغزة ومن فيها ومن عليها ومن أعلاها ومن أسفلها؟ كم الخسائر الكبرى في هذه العائلات وفي هذه الأسر وفي هذه الأرواح؟ ماذا جنينا؟ وهل إذا قارنا ما جنيناه بهذه الخسائر ألا يحسب بذلك ويعد القرار خاطئا وخسائر كبرى وعليهم أن يراجعوا أنفسهم ويخطئوا أنفسهم؟ هل هذا السؤال صحيح بالأساس ومطروح أم لا؟ هل المراجعة الآن مهمة أم ليست في سياقها؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد. في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 2023 حدث طوفان الأقصى، استيقظ الناس أو أفاق الناس أو بدأ الناس يتابعون في الصباح على أخبار اقتحام شديد إلى أماكن في غلاف غزة ومستوطنات إسرائيلية، وأسر عدد من الجنود ومن المدنيين ومن غيرهم إلى آخر الأحداث التي تابعناها. الآن وبعد مرور عام، وفي هذا العام تم تشريد آلاف الغزاويين وقتل الآلاف، يعني اقترب العدد من 42,000 ومقترب من 100,000 جريح، 42 شهيد وقريب من 100,000 جريح وأكثر، حوالي يعني المساجد 1,100 مسجد في غزة، الآن يعني إبادة 800 مسجد بالكامل في غزة لا يعملون كاملا، الباقي ما بين يعني نصف صالح ولا يعني أو يعني المهم الإحصاءات التي تحصى، هذه الإحصاءات بتجعل البعض بدأ يطرح قضية ألم يأن الوقت الآن لمراجعة هذا القرار وهذا الإجراء، ولم تخطئ المقاومة بهذا الإجراء؟ الحقيقة السؤال بحد ذاته مشروع في أي وقت، لأن مراجعة النفس ونقد الذات هو منهج قرآني نبوي، والقرآن الكريم تناول ذلك، أن الصحابة أنفسهم بعد غزوة أحد، هذه الهزيمة التي مني فيها المسلمون باستشهاد 70 من الصحابة ومعركة ليست هينة وغزوة ليست سهلة، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني انتفش وانتعش الباطل الشرك بأهله في هذه المرحلة، وبدأ القرآن يتنزل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. إذن الصحابة وهم مثخنون بالجراح قاموا بمراجعة أنفسهم وسألوا، والقرآن دلهم على ذلك وقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال سيدنا عمر الخطاب قولته المشهورة: لم أكن أعلم أن بيننا من يريد الدنيا حتى أنزلها الله عز وجل. فالنقد الذاتي سلوك إسلامي أصيل، كل ما هنالك أنه متى يتم ذلك؟ البعض يقول لك أنا والله في محنة، أو الأغلب، والآن ليست لدي رفاهية الوقت ولا الأمر إن أنا أتخذ هذه المراجعة أو أجري هذه المراجعة. والقرآن لما تكلم عن غزوة أحد، النبي على صدق الصحابة مش هم في أحد والصحابة يستشهدون سألوا، لا، إنما بعد ما انتهت الغزوة وجاءت حمراء الأسد الوتن يوم، وذهبوا يعني الشخص يتهادى بين الأخوين من الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا من يعني قاتل في أحد، فإذا كانت المحاسبة النفس جاء بعد المعركة وليست أثناء المعركة. ومن الآن الناس في غزة وفي لبنان وفي غيرها وفي كل معظم الأماكن التي فيها نضال، وتحديدا طوفان الأقصى أكثر، يعني الناس الآن في قلب في أتون المحنة، فمن سيسأل نفسه في هذا الأمر؟ ثم ما المعايير التي سنقيم بها هذا الأداء؟ يعني الأول الناس كانت معاييرها كذا، واحد يقول لك والله لا، انتوا اعلنتوا
إنه طوفان الأقصى، أين الأقصى من كل حواراتكم؟ الحقيقة برضو فصل ما يحدث في فلسطين بوجه عام عما يحدث في الأقصى لا أراه صوابا. بغض النظر طبعا، أولا نحن نقدر نية وعواطف وإخلاص الذين يطرحون هذه الأسئلة من باب الخوف والحرص على غزة وأهل غزة والمقاومة، وأن بقاء هذه الفئة أمر مهم، ويحمد لكثير منه أنهم يطرحون السؤال بلا لغة تشكيكية فيها، مش لغة تشكيك. طبعا في المتصهينين دول على جنب، يعني دول هؤلاء الذين يرجفون والذين يعني يريدون زعزعة الناس ولم يتكلموا عن الخونة ولم يتكلموا عن المعتدين، لا هذا سياق آخر. إنما هناك سياق مخلص ومحترم ومقدر بيطرح هذا السؤال، طرحه بالأساس مشروع الخلاف والنقاش في هذا التوقيت. هل التوقيت مناسب؟ وهل عند أهل الداخل، لأن الخارج كيف سيقيم؟ نعم يعين، وتقييمه مهم بحيث ينظر إلى الآثار الإيجابية والسلبية على الطوفان خارجيا عالميا دوليا. هل استفادت القضية أم خسرت؟ لأن كثيرا من الناس يقول لك لا يا جماعة القضية عادت للواجهة، العالم كله سمع بها. حد يقول لك لا بس كم الخسائر. طيب نفس الحالة يقال فيها، ومنذ متى والكيان لا يقوم بهذه المجازر؟ يعني غزة في 2007، غزة 2008 و2009، وغزة في 2012، وغزة في 2014، وغزة حروب لم يكن أهل غزة الذين قد بدأوا. الحقيقة أن حد يقول لك القرار غير مدروس. يعني أنا أذكر الحقيقة في لقاء جمعني من قبل بي الأخ الشهيد صالح العروري، يعني كان في بدايات عودة بعض علاقاتهم في بعض الدول التي نختلف معها، وقالوا لا احنا بنعد او بنستعد الى معركة ستكون على خطى معارك التحرير الفاصلة المهمة بيننا وبين الكيان، الكيان يستعد ونحن نستعد لذلك. وظنيت وقتها الحقيقة انه كلام بيقولهن من باب حتى نصمت عن انتقادهم على قرارات سياسية معينة. بعدها وجدت المسألة لا، يعني حدث طوفان الأقصى فعلا، وفعلا دخول في هذه المعارك، ثم الدولة دخلت للإسناد فلا، وكل عرض لوقف اطلاق النار كان يقبله اهل غزة، ولكن كان اللي بيرفض نتنياهو. والدول العربية التي يعني ينتمي اليها كثير ممن ينتقدون، لا اقول ينتموا يعني مؤيدين، لا يعني ايضا الناس بتصمت عنها. فاذا ايضا من الاولى اذا صمتنا عن الخونة ان يعني نصمت مؤقتا، لا اقول الصمت يعني واجب، لا نصمت الى ان يلتقط الناس أنفاسهم. لا أقول بذلك منعا لإني الناس تراجع أبدا، بالعكس يعني الإنسان يراجع اللي على الثغور واللي خارج الثغور واللي على الثغور الصلبة والثغور الناعمة اللي هي القوة الناعمة، كل ده لابد من مراجعة النفس. وممكن أيضا يوضع في الحسبان نموذج أصحاب الأخدود، لم يبتدئوا بحرب ولم يفعلوا شيئا، و يعني استؤصلت شافتهم جميعا ولم يبقى منهم أحد، لكن ظلت القصة والعبرة والنموذج موجودا. فوارد جدا بقعة من الأرض تمحى ثم يشاء الله بعد ذلك أن تكون كغزة أو غيرها، وارد، ويكون المستهدف أحاسب الشخص، لا أحاسبه يعني على إنه والله يتمسك بالحق ولا يكون هو البادئ، كشأن كثير من القرى والبلدان في فلسطين وفي غيرها. يعني البداية حتى سيناء في مصر، طيب ماذا كان القرار؟ هنقول والله عبد الناصر وأخطأ وخسر، طب هو عدوه بيهدده وذهب للحرب. طبعا أخطاء عبد الناصر والجيش المصري في اتجاه آخر ومعروفة، إنما لا إحنا لا يغيب عن أذهاننا، لا دايما لا يحبطنا ولا يدعونا إلى نقد الذات الزائد أو جلد الذات جرم ووحشية الخصم، لأن الخصم بيك بغيرك وحشيته وجرمه معروف. وأنا عرضت فيديو من قبل عن أن أكاديمي مصري تنبأ منذ ربع قرن بمستقبل نتنياهو الآن، وقال أن نتنياهو يقود إسرائيل، وهو ده الخط اللي طالع اللي هو جيل صبرة، اللي هو الجيل اللي طالع من إسرائيل اللي هو نشأ وتولد وولد في الكيان المحتل في فلسطين المحتلة. ده غير بقى
السفرديم والاشكناز مختلفين تماما غير الناس دي اصحاب الهجرات اللي جاي من اوروبا والعرب وغيره وافريقيا. لا ده جيل طالع فلذلك ثقافته ورايه وطموحه مختلف. وحشته اكتر من ذي قبل. النصوص التوراتية لا قيمة لها. يعني رابين لما تنازل عن غزة وأريحة تنازل بنص توراتي أريحة ملعون من يسكنها فتنازل ورفع ده قدام خصومه وقتل على يد أحدهم. نتنياهو وغيره لا. القصة يعني في علمانية واضحة. يعني الشاهد اللي أقصده من ده أن العدو هو داخل في إنها معركة تكسير عظام، وإلا كم مرة وفق على إطلاق النار وكم مرة وفق على خطط معينة وعلى إعمار غزة ولا يصير العدو. فما عودش دايما أقول والله لا ما أنت عارف إن الخصم بتاعك وحشي، لا متوقع ده وزيادة ويعمل أكتر من كده وهيعمل أكتر من كده وبدون أي شيء بيعمل ذلك يا جماعة. يعني يا أخوانا طبعا أنا بقولش إن التقديرات تلغى، لا التقديرات تظل وتبقى موجودة ومهمة، لكن وأيضا لابد من المراجعة، ولا مانع تجرى المراجعة ولا يتم الإعلان عنها حاليا، يراجع ولكن لما تبقى الناس في مرحلة تسمح بالإعلان لا مانع. العدو نفسه بيعمل كده. يعني الكيان الصهيوني بعد 67 اللي يقرأ محاضر الكنيسة مجلدات مراجعات فيها شاملة على مستوى الجيش وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى القرارات وعلى مستوى السياسة، وشفنا وزراء بيقالوا، يعني موشا ديان أقيل في 73، شفنا لافون في حادثة 54 أقلوه. لا المسألة فيها مراجعات. طبعا المقاومة سياقها يختلف طبعا لأن الناس قائمة لله ما هياش في مناصب أو في غيره، لكن لا مانع من الحساب، لا مانع من المسألة، لا مانع من الحساب الداخلي، الناس تراجع نفسها لهذا الأمر ويركن ويبقى من باب تطوير الأداء والاختلاف ويبقى المسألة واضحة فيما أخطأنا وفيما لم نخطئ فيه. لا ننسى من ضمن الأمور مع نقد الذات لا ننسى أن نعتز ونفتخر بهذا النموذج، نموذج على مدار عام، وإحنا شفنا قيادات في حزب الله يعني تقتل في بأجهزة وأشياء وسريعا، وقيادات كبرى للاحتلال شهور وكل الأدوات في بقعة محدودة، والحمد لله بفضل الله لم يستطع أن يصل إلى الناس. هذه إنجازات مهمة، كسر وراء وكسر أنف هذا العدو اللي لا يقهر، ومخابرات نفس الحالة. حتى لما إيران ضربته لم يعلم بالخبر إلا لما أمريكا عرفت. فإذا أسطورة الجيش الذي لا يقهر والكيان اللي مش عارف إيه، لا طوفان الأقصى كسر فيها حاجات كتير جدا لا ننساها. وإن قلنا أنه لابد من مراجعة النفس، نقد الذات لا جلد الذات، مراجعة الناس لا الإحباط، التوقيت مهم جدا، المعايير التي توضع أيضا مهمة. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم. اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.